هالدراري اللي سد لهم عينهم بحال هكا ما هما لا حباسه ولا اصابه وانما طلبه جامعيين، وهذا الطقس كيديروا قبل ما يمشيو يبلطوها شراب، واللي فيهم ما سكرش وتلف الصنداله ماشي راجل. ولكن في الاخير هاد الدري اللي هز قرعه ديال الفودكا غيندم على هذا الشيء وغايقول كون غير كنت شماته ولا هاد الحاله. طلبه الجامعيين في امريكا عندهم شي طقوس ديال المرض، حيت النهار الاول في الحي الجامعي او الاخويه كيف ما كيسميوها كيخص يموت المش، وبمعنى اخر باش يشوفوا شكون الراجل الملكي اليميني طلبه القدام كيسدوا للطلبه الجداد عينيهم وكيخلعوهم بحال العسكر، وكيطلبوا منهم يطبقوا جميع الاوامر اللي كيعطوهم باش يثبتوا القوه ديالهم. وحتى البنات عندهم نفس الطقوس المسطيه، والخيب وقع فيهم ديما حاقرين عليها. طلبه في هاد البلاصه خاصهم يكونوا زوينين وعندهم عضلات وشخصيه قويه، واهم حاجه خاصهم يصبروا على الشوهه باش يثبتوا الولاء ديالهم للاعضاء الاخرين، والا غيتعرضوا للذل والتنمر وحتى حد ما غيبغي يبقى يهضر معاهم. وداك الشيء علاش سواء كنتي دري ولا بنت خاصك ضروري تكون سكيري باش تبان واعر. وفي الحاله ديال هاد الدري حتى هو بغى يبين باللي راه بحالو بحالهم، ولكن في الاخر غيصدق مضيع قرايته وصحته وحياته كامله، وغيتحول من دري كله طاقه وحيويه لواحد اللي حرفيا جود تعيشه. ولكن قبل ما نبداو في اغرب حاله تسمم كحولي، ما تنساوش ديروا فولو للباج وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وقولوا لي واش هاد الشيء كاين حتى في الاحياء الجامعيه في المغرب ولا لا. داني كان واحد الدري اللي ما كيقدرش يسكر بزاف، ولكن في هاد الليله بالضبط مع تسعود غيبدا يشرب قرعه كامله ديال الفودكا السيك بوحدو، من بعد ما تحداوه الدراري اللي جاو معاه انه يكملها. ومع العشرة و22 دقيقه ديال الليل خونا كان باقي مقاتل مع القرعه باش يشربها بالدواز، حيت حتى هذا من الطقوس ديال الناس اللي كيقراو في لافاك، وكاين بزاف اللي كيمشيو بعيد في هاد اللعبه وكيسكروا من المؤخره ديالهم. ما علينا، مع العشرة و55 خونا ما غيعقل على راسو حتى غيطيح ويتشتت، وتما فين الدراري غيشوفوه ويمشيو عنده وهو رجليه مزاقلين ما قادرش حتى يوقف. والمشكل انهم فاش شدوه باش يحطوه ينعس مع كان كيحسب لهم بلي راه خونا غير سكران وهما يحطوه بالجد، غدو الساعه ونص هو باقي مشتت وما كاينش اللي جاي يطلع عليه، حتى غيطيح على راسو وغيبقى بهذه الوضعيه لمده ربع ساعه، وتما عاد غيجيو صحابو باش يطلعوا عليه. بداو كيقلبوه يشوفوه واش كيتنفس وتما فين غيهزوه ويمشيو كيجريو به للسبيطار. حتى لهنا كلشي كان ممكن يدوز عادي، ولكن هما غاديين به بالغلط غيصدق الدري اللي هزو مطيحو على راسو، وما جا فين وصل للسبيطار حتى كان صافي فات الفوت. الاطباء لقاو بلي ما كيتنفسش وقلبو حابس ما كيضربش، ومن فوق هادشي كامل لقاو بلي نسبه الشرب في الدم ديالو 6 مرات اضعاف داكشي اللي خاصو يكون شارب، وبالقدره الالهيه الاطباء غيقدروا يعتقوه بالتنفس الاصطناعي. ولكن في الاخير الدري غادي يتشلل بشكل كلي، والخايبه انه غادي يفقد الشوف وغيبقى مع حياته كامله. وكان هادشي ما كانش كافي، عائلته تدمرات ومضطرات انها تخرج من خدمتها باش تبقى مقابلاه، حيت حرفيا خونا ولا بحال جثه الا ما هزيتيهش يبقى هكاك. والمشكل انه والديه مقاتلين مع المحامي والمحكمه باش يرفعوا دعوى على دوك الطلبه اللي بزوا عليه يشرب وطيحوه، وفي نفس الوقت على المسؤولين اللي كيخليوا الطلبه يديروا بحال هاد الطقوس، خاصه وانه داني ماشي اول واحد غتوقع ليه شي حاجه بحال هادي. هاد الدري حتى هو مات وهو يلا في عمره 20 عام من بعد ما سكر مع الدراري وفات القياس في الشراب، قلبو سكت وفمو مزرق، والطلبه ما عرفوا ما يديروا ليه حتى مات بين يديهم. المشكل ان خونا ما تعلمش الدرس من اللي سبقوه، خاصه وانه 4 ايام قبل ما يموت كان هاد الدري مات بنفس الطريقه من بعد ما عطاوه بحال هاد القرعه باش يشربها في ساعه. ودابا تخيل القرعه اللي كيشربوها 5 ولا 6 مشاركين فيها وكيعصروا عليها الليل كامل، هاد خونا شربها كامله في مده قياسيه باش ما يبانش غليظ وما عندوش شخصيه من الفوق، الشيء اللي خلى والديه يتجمعوا مع 7 ديال العائلات اخرين اللي حتى هما ماتوا ليهم ولادهم بنفس الطريقه وفي نفس العام نيت، وكلهم بغاو يرفعوا دعاوي قضائيه على الحرس الجامعي باش ما يبقاوش يخليو التلاميذ يسكروا بعضياتهم، بحال هاد خونا اللي عطاوه التلاميذ يشرب 20 شوط في مده قياسيه، ومع سالات الفيه الميزان هو يطيح من الدروج على راسو. اما هاد الدري كان عنده الزهر حيت كان غيمشي فيها، من بعد ما عطاوه الطلبه يشرب هاد القرعه ديال الويسكي كامله ومعها 6 ديال البيرات من الفوق، لدرجه انه فاش قلبوا الدم ديالو لقاو فيه الكول 3 ديال المرات الضعف ديال المؤدد ديال الشرب اللي خصو يكون. التسمم الكحولي كيوقع فاش الواحد كيشرب كميات كبيره ديال الشرب وفي وقت قياسي، والاعراض ديالو دغيا كيبداو يبانو، حيت الواحد كيحس براسو ما قادش يتنفس وقلبو كيضرب بالجد، لدرجه انه كتهبط ليه الحراره ديال الجسم والحمو كيزرق، والا ما تعتقش تمنيت فغالبا كيكون المصير ديالو الموت. بنادم كيكون باغي غير يزهى حتى كيصدق ميت، والموت في هذه الحاله كتبقى احسن بزاف من انك تشلل وتولي معذب عائلتك وانت اللي درتيها بيديك. الحلقه ديالنا غتسالي هنا، ما تنساوش تخليو ليا في التعاليق واش كتعرفوا شي واحد اللي فات وقع ليه بحال هكا، واش كنتو اصلا عارفين بلي الشرب يقدر يدير تسمم.